بالنسبة بقى للسؤال بتاع الخطبة لدعاء، في ضوابط يا دعاء أكيد لقبول الخاطب، وما فيش شك إن أنت بتراعي الكفاءة المادية والمعنوية أكيد بالحد المقبول والمعقول، والاستخارة كاشفة والاستشارة كذلك معينة للإنسان يجمع ما بين الاستخارة والاستشارة. الاستشارة إن أنا أشير الناس أهل الحكمة والعقل وأستمع وأفكر في اللي بيقولوه، وأنا قبل وأثناء وبعد بعمل استخارة، لأن الاستخارة هي دعاء استعانة بسأل الله سبحانه وتعالى يلهمني ويوفقني إلى القرار المظبوط المناسب ليكي. وبعديها بتاخدي القرار بعد التفكير اللي مش محصور في الماديات يا دعاء. أنا ما عجبنيش الكلام اللي أنت قلتيه في مسألة الأرزاق. أنا المسألة بالنسبة لي إن إحنا نفكر بطريقة طبعا بتجمع ما بين إنك بتشوفي شخص فيه قبول، وبطريقة عملية لا مانع، وبتستخيري ربنا زي ما قلنا مع الاستشارة وعلامة الإذن التيسير من الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا نفسه علمنا معاني كثيرة في كتابه الحكيم. ربنا بيقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فلو أنا الشخص ده إنسان مهذب، ده مثل خلق إنسان محترم إحنا نعرفه في العيلة، إنسان منضبط، سألنا عليه كويس، مش عشان قريب ما نسألش، مش عشان هو عايزني ما أسألش، لا نسأل حتى لو قريب، واجتمعت فيه هذه الأوصاف الطيبة ويقدر يفتح بيته يتجوز ويفتح بيت، مش هجيب واحد عالة، لا، واحد عنده عمل، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طالما الحد الأساسيات مطلوب والمستوى حتى معقول وأنا شايفاني إنسان كويس ما يتعوضش، ربنا هيفتح عليكم. ده كان الصحابة بياخدوا الآية دي من العنوان البشرة، إن الواحد يروح يتجوز عشان ربنا يوسع عليه ويفتح عليه، لأنه بيلتمس بهذا حلال من عند الله سبحانه وتعالى. أنا تفكيرك شوية يعني من وجهة نظري إنه أنا لم يرق لي طريقتك في صياغة الكلام عن الأرزاق. الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وربنا هو القوي سبحانه وتعالى، هو الرزاق سبحانه وتعالى، ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، مش بإيد الأشخاص، بإيده سبحانه وتعالى. نعم أمرنا أن نأخذ بالأسباب ولا بد، لكن هي أولها وآخرها هو الرزاق سبحانه وتعالى. فنفكر في تفكير شامل كامل، مش تفكير مادي بس. التوافق اللي انت عايزاه قدر الطاقة، فعايزاك تعيدي نظر في الموضوع، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنك توفقي في هذا الأمر. استخيري واستشيري العقلاء والحكماء، وفكري كويس، وخلي طموحاتك مقبولة، ونسأل الله السلام.